السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. لو حضرتك في الشارع جات لك حموضة، أو كنت في مشوار جالك حموضة، أو أنت أساسا عندك قرحة معدة وعايز تتصرف بسرعة، توجه للصيدلية واشتري كيس راني فوار. كيس راني فوار سعره جنيه ونص، دوبه في نص كوباية مية من أي قهوة أو من المكان اللي أنت معزوم فيه واشربه، هيزيل الحموضة تماما واليوم هيمر بسلام. بس نصيحة، الكيس ده اوعى تحطه في جيبك، اوعى تحطه في جيبك أو تحطه احترازي في جيبك وأنت رايح عزومة. ليه؟ لأن لو مكوناته رطبت مش هتعرف تستفيد بيه. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي عيادة ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم.